أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ السائل يقول الشيخ بأنني أعمل خارج مدينة الرياض بمسافة 150 كيلو متر تقريبا، وأذهب يوميا وأرجع، هل تنطبق علي أحكام السفر من قصر الصلاة ونحو ذلك؟ نعم، لمت تذهب مسافة القصر 80 كيلو فأكثر، فإنك تقصر الصلاة، تفطر في رمضان إذا احتجت إلى الفطر ذهابا وإيابا، وفي مكان العمل إذا كنت ترجع في يومك أيضا تقصر الصلاة، إلا إذا صليت مع أهل البلد فإنك تتمها تبعا للإمام. نعم.